ما كانش ليا هدف غير ان اوقع جوابها واكل جوابها. قعدت فتره طويله وشاغل يبهدلوني، انزل يا ولد اطلع يا ولد، حاجات زي كده، وعنب وكرمه عنب. ده بيت عمتي، جنينه حلوه. بس اتعرفت شويه كان انا ولد مش قوي يعني بايخ. لسن كام كده؟ 5 6 7 8 10. ما كانش في اي ميول؟ لا لا ابدا ابدا. وبعدين بستغرب قوي بين اللي بيرسموا ونفسي اعمل زيهم. معقول؟ اه حابب الفن يعني. اه فنجحت في اني سنه اولى او اعدادي فنون جميله. اولا قلت لاخويا استجبت لاخويا ان انا عاوز اتعلم الرسم، بس ما عنديش حد يعلمني. فاخويا خدني كمال امين. مين كمال امين؟ استاذ في الكليه، هو كان زميله في الثانوي ومهذب جدا. وخدني بقى ايه يطلع بيا بقى في هنا ولا هنا. تعلمت الرسم عن طريق كمال امين. اخويا خلاص قام بدوره تعريفي بالكمال. كان رسم عادي يعني، عادي. مش تقلد حقيقي كده. بالاول اعدادي بدي ابص للطلبه بيعملوا ايه، وانا عامل عاوز اعمل احسن منهم. بكليه فنون. يعني لو يعملوا لك حاجه زي كده. كنت متميز بالكليه ولا ما كنتش متميز؟ ما كنتش متميز يعني، عادي عادي. سنه اولى ابتديت اعمل حركه طلعت صح. خليت كل الدفعه معانا، الدفعه كانت كلها 15 20 واحد. في الاولى تصوير، اخترنا التصوير ان في الزخرفه وفي النحت وفي حاجات كتير. فانا ايه خدت زملائي كلهم ارسمهم كاريكاتير مبالغه جامده كده. فكره جت، فكره جامده ما شفتهاش عند حد. ورسمتهم كلهم كاريكاتير، انبسطوا قوي، انبسطوا قوي. فعلقت الصور مسامير صغيره وبقيت ادبس كل صوره. يعني كان عندك كم سنه ساعتها؟ كان لسه 17 18 بس. فابتديت المع، دخل استاذي بيكار المرسم، قال ايه ده؟ مين عامل الرسومات دي؟ بيكار. بيكار. قالوا ده الولد ده. قلت احنا كده كده متقابلين، بس قلت ايه ده؟ كيشة قوي، حاجات حلوه جدا. انا عندي صديقه اسمه صاروخان. اسمه صاروخان. اوكي. يعني يعني ارماني. اوكي. انا اخدك ليه؟ في وقت الميزه. اوكي. كان فنان كبير يعني؟ اوكي. عجوز. اوكي. فجننت بيه، الراجل طلع ظريف جدا. صاروخان. اوكي. طريقة رسمه نفس يعني نفس ال لا لا طبعا حاجة تانية. اوكي. بس بقى دخلت في الجو ده، الاجواء دي، استاذ. حضرتك ما تأثرتش بده يعني؟ كله كان تفكيرك، كله كان افكار. هي دي الحكاية، هي دي اللي غيرت مجرى الحياة. وسافرت على طول؟ لا في مصر، فضلت في مصر. خلصت الكلية الأول. وعملت معارض على طول ولا؟ لا لا ما عملتش معارض، بس خلصت الكلية كويس ونجحت كطالب. في بنت بقى جت من الـ البنات الزخرفة، كانوا مش لاقيين يعملوا طريقة لأن هما يثبتوا نفسهم في الكلية، اسمها فاطمة عرارجي. اوكي. ف
فاطمة عرج دي جميلة صغيرة قوي وبس ايه قليطة ما تعبرنيش مهما قلت لها اوكي انت حلوة انت ممتازة والله ما تعبرنيش. نجحت فاطمة عرج جدا وبقت منافسة ليها في الرابعة تالتة ورابعة بصير. يعني تعمل شغل زي ما انا بعمل بس يمكن بطريقة تانية. اوكي وانا بحبها كده. حبيتها؟ اه حبيتها حب يعني؟ مش عارف هي كانت صديق طفولة سميرة هريدي كان كاتب عليها يعني كان قايل عليها وهو لسه صغير. حلوة كانت لسه فاكر شكلها؟ مش حلوة قوي يعني عادية بس شخصيتها يمكن اه فأبدعت بقى يعني. ما عبرتنيش قوي. ندمت أكيد أبدا أبدا أنا. وراحت بحالها وراحت بحالها. في حد من الستات اللي هو حياتك تنسيتها هي منهم؟ يعني هي من الستات اللي بعمرك ما نسيتها مثلا؟ في غيرها؟ في غيرها كتير. في غيرها مين أول حب؟ سميعة أسنين. سميحة أسنين كانت في السنة عالية عالية. أوكي. أنا بتلتها يفرق أنا بتانية هي بتلتها. حبيتها اه فجننتها لقيتها ان هي مشغوله صديقه طفوله فنانه اه صديقه طفوله بيعتز بيها عرفها صاحبي مش فنان فجنن قوي كان عاوز يتجوز فايه مسكها وقال لها معقوله تعالي معايا راح ضاعت منه وهي عبيطة راحت بلا شيء يعني. بس كانت عارفة انه بتحبها؟ لا يمكن مش عارف هي اللي خسرت عامة في حاجة تانية عايز تقولها؟ بس بقى ابدعت في الصحافة بالصحافة. أول شغلانة كانت هي؟ كانت هي الصحافة روزي اليوسف. أول شغلانة روزي اليوسف. فضلت معاهم كم سنة؟ كتير أكثر من 10 سنين. كان أيام حلوة طبعا. أيام حلوة بعدين حبيت تنقل فرنسا. بعدين بعد زوغتي لفرنسا. أحلى برضه فرنسا يعني شغل هناك. عشت هناك فرنسا جامد 35 سنة. ومعارض بس كفنان مش كما كفنان وكل حاجة. كنت حضرتك متجوز ساعتها ولا اتجوزت من هناك ولا؟ لا هو انا اصلا كلمت على زميله ليا في الكليه كانت لطيفه معايا مش عارف ايه كانت مش فاهمه قوي الحاجات دي. قلت لها لا انا عاوز فرعونيه وانا بدور على الشكل المدام. المدام هي المدام اوكي لغايه دلوقتي ده بس كانت في مصر مش هناك في مصر في مصر قبل ما سافر قبل ما سافرت معاك هناك لا ما جاتش لا هي كانت مشغوله بالتكرار الكلية تعرف أشياء ازاي وتاخد نمر حاجات زي دي كانت مشغولة في الصحافة في الكلية في مصر.